السلام عليكم. دلوقتي مع بعض موقع اسمه بلانرالي، ده بينظم لك الشغل بتاع البيم بحيث ان انت تقدر من خلاله تطور بيمك بلان، تقدر من خلاله تدير المشروع، تقدر تشارك مكان. دلوقتي نشوف موضوع الفيو. دلوقتي هنختار مثلا المشروع دوت، بيبدا يديني المعلومات، اقدر اكتب معلومات زي ما انا عايز، اقدر اضيف الناس زي ما انا عايز. هندخل دلوقتي على الفيو، هبدا اشوف المودل هو بالشكل دوت. ده اونلاين حتى لو انا مش مسطب اي برامج خالص. اهو ده كده انا شغال على الاوربت. ممكن اعمل باند احركه بالشكل دوت، ممكن اعمل زوم وبعد كده اعمل باند وابدا اتنقل لحد ما اشوف الحاجه اللي انا عايزها. ممكن اقول له انا عايز فيرست بيرسون، بيبدا يقول لي الزراير اللي انا هشتغل بيها، كان في شخص مثلا بيمشي اهوت. ممكن اقول له انا عايز تأثيرات الكاميرا فيتو فيو مثلا، او ممكن اقول له فوكس يعني بص العدسه. انا واقف في مكاني بس في كان انا بعدل في العدسه نفسها. ممكن اقول له انا عايز اشوف سيكشن بالشكل دوت اهو. خلينا نلغي ديت اهو، ده سيكشن اهو. ممكن اقول له انا عايز اقيس من هنا مثلا لهنا قد ايه. ممكن ابدا اشوف مثلا الزاويه قد ايه، ممكن اخد المعلومات اللي عايزها، ممكن ألغي بقى كل البسات اللي موجودة. يعني ممكن أقول بقى عايز مثلا أشوف الإعداد بتاعة القياس. طيب بعد كده أقول مثلا اكسبلود موديل. اكسبلود موديل يعني إيه؟ يعني أبعد العناصر عن بعض بالشكل دوت، بحيث إن أنا أبدأ أفهم المبنى بشكل آخر. ممكن أقول شوف لي بقى الإعدادات بتاعة الموديل. ممكن أخش في الفول سكرين، اقدر ابدل من هنا، وهنا دي الفيوهات، اقدر اشوف اي فيو من اي اتجاه بالشكل دوت. وهنا بقى ممكن يبقى عندي في تاسكات موجودة، اقدر اشوف التاسكات او في اي حد عنده اي معلومة او اي حاجة عايزها. التاريخ assigned to مين اللي هيقوم بالمهمة دي، في تشيك ليست موجودة تقدر تضيف المعلومات. نفس خاصة بالوول فاونديشن، هتلاقي رابط أسفل الفيديو خاص بالموقع ده.